صلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه على آل البيت الطيبين الأطهار الصحابة الكرام التابعين لهم بإحسان إلى يوم الحشر والقرار. أما بعد، فقد وصلنا في شرح السنوسية الكبرى لسيد أبي عبد الله السنوسي رضي الله تعالى عنه، ومع الشرح حاشية العلامة الشيخ الحامدي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهم وعلوم مشايخنا في الله تعالى أحياء وأمواتا، اللهم أمين. وصلنا عند قوله في صحيفة بيئة ومنها المستحيل، يعني ومن ايه؟ رجع اول حاجة كان الصفحة 98. واما تفسير الالفاظ المحتاج اليها في هذا العلم، تكلمنا على الايه؟ العالم والازل وما لا يزال والقديم والدائم والابدي والحادث والجوهر والعرق، إلى أن وصلنا إلى إيه؟ وتكلمنا أيضا عن الإيه؟ عن الواجب، مش كده؟ ثم وقفنا عند إيه؟ الكلام على إيه؟ على المستحيل، ومنها لفظ المستحيل، ويعنون به ما لا يتصور في العقل وجوده، أو ما لا يتصور، قلنا كده قلنا كده، ما لا يتصور، احنا قلنا لما نقول يتصور يبقى ما فيش داعي لكلمة ايه؟ في العقل، وعرفنا الفرق بين يتصور وبين ايه؟ وبين يتصور، فاكرين ولا نسيتهم؟ يتصور بمعنى ايه؟ بمعنى بالبناء لما لم يسمى فاعله، يعني بالبناء للمجهول، ايه؟ من تصورت الشيء، تصورت الشيء يعني ادركته. اما اذا كان مبني اللي هو التصور الذي يقابله الايه؟ التصديق، ومبنيا للفاعل من تصور الشيء بالرفع كده، يعني اصبح له صورة، تصور يعني الشيء اصبح متصورا او يعني له ايه؟ له صورة، صار ذا صورة. فعلى الاول يعني على المعنى الاول يبقى اللي هو ايه؟ المجهول، لا يتصور العقل، هنا في المستحيل لا يتصور العقل وجوده، ولا يتصور وجوده يعني لا يقبل ذلك، يعني لا يصدق بذلك. يبقى أطلق التصور والمراد به الايه؟ التصديق. وجانا التصور أعم من الايه؟ التصديق، لأنه يشمل التصور الذي ليس معه حكم وهو ايه؟ مطلق التصور، والتصور الذي معه حكم وهو ايه؟ التصديق. وعلى الثاني اللي هو لا يتصور بالبناء للفاعل، يعني هو الذي لا يتصور، خلاص كده، عدمه. يعني ايه معنى لا يتصور عدمه؟ يعني لا يمكن عدمه بالنسبة للواجب، وهنا نقول لا يتصور عدمه، هنا نقول لا يتصور وجوده، يعني وجوده لا يكون له صورة، يعني لا يمكن. وهذا ايه؟ اقرب واحسن من الايه؟ من التكلم. لكن الاول اللي هو ايه؟ بالبناء للمجهول، هو الظاهر من تقرير او من سياق او من كلام المؤلف في غير هذا الكتاب، حيث نفى التصور، والمراد نفي قبول التصور،
ليه؟ يعني حتى لو قلنا انه يتصور يعني يمكن او يتصور يعني يدرك، يبقى هو ايه؟ اطلق التصور او نفى التصور ولم يرد نفي التصور، انما اراد نفي قبول التصور، اذ مجرد التصور لا يصح نفيه، فان الواجب يتصور عدم حتى يحكم الذهن بنفيه او بايه او بقبوله. يبقى اذا عدم الواجب يتصور، متصور يعني يفهم او يدرك الذهن المراد به حتى يحكم بنفيه، لان الحكم على شيئنا فرع عن تصوره، فكيف احكم بان الواجب لا يقبل العدم او المستحيل لا يقبل؟ لازم اتصور الاول. يبقى اذا مجرد التصور هذا غير ممنوع غير منفي. امال ما هو المنفي في قولنا لا يتصور؟ المنفي قبول التصور وليس مجرد التصور. يبقى قال او اطلق التصور واراد التصديق، واذا بنينا للمجهول يبقى لا يتصور عدمه يعني لا يدرك لا يقبل لا يصدق الذهن بذلك. اما اذا قلنا لا يتصور يعني لا يمكن، وفي هذه الحالة إذا بنيناها للفاعل يعني للمعلوم لا يتصور، يبقى فين الفاعل؟ لا يتصور عدمه يعني لا يكون لعدمه صورة. إن الفاعل هو إيه؟ أه؟ هو إيه في لما يكون مبني للفاعل؟ ما هو الفاعل؟ أنتم معانا هنا ولا مع الست اللي عم تبيع فضل؟ أه؟ إيه يا شيخ؟ لما يقولوا لا يتصور يبقى الفاعل عدمه، انا قلتها بالرفع عشان تفهموا من الفاعل وما فيش شيء. طب لما نقولها بالبناء للمجهول يبقى عدمه ده نائب الفاعل، وما فين الفاعل؟ الفاعل تقديره لا، لو حبينا نبنيها الاولانيه على المعنى الاول للمعلوم فتبقى لا يتصور العقل عدمه، انما لا يتصور عدمه مش عاوزين ايه كلمه العقل، لان الواجب في ذاته لا يقبل العدم والمستحيل في ذاته لا يقبل الوجود سواء وجد عقل او لا. شل ما عم نبقى في حد عاقل خالص، هو اصلا لا يقبل ذاته لا تقبل الايه النفي، والمستحيل ذاته لا تقبل الوجود، كيف نقول لا يتصور في العقل؟ هو اصلا لا يمكن عدمه، والثاني لا يمكن وجوده في عقل، ما فيش، حتى لو العقلاء كلهم تواطؤوا على انه ممكن برضه لا. وضحت ولا لسه؟ بس خليكم معايا ما تقولوش كل مره اشعر بان انا بكلم يعني يعني قوما اخرين، خليكم معايا عشان افهم. يلا من الفارش، من الذي يقرا؟ مش عاوز ليه؟ خلاص البركه حصلت. لم ترفض القراءه؟ استكبرت ام كنت من العالمين؟ انت في الحاله دي شوفوا عمل ايه؟ لما انا بقول له استكبرت ام كنت من العالمين لم يقل انا، قال هو خير مني. شوف كده تخلص هو، ولو قال انا فصار مع ابليس، لما قال هو فصار في منزلة بين المنزلتين. ومنها لفظ المستحيل، يعني عشان تدرس هذا العلم وتفهم يا شيخ شريف مش كده؟ لازم تفهم المصطلحات، هي معنى المستحيل، هي معنى الدائم، هي معنى الابدي، هي معنى الجوهر، هي معنى العرض، هي معنى ما لا يزال، وهكذا. يعني لا يجوز لك قراءة الكتاب الذي معك الا بعد معرفة المصطلحات، زي اللي عاوز يقرا القراءات
لا يجوز له أن يقرأ إلا بعد حفظ الشاطبيه أو حفظ الطيبة. إنما كيف مثلا يعرف الخلاف بين القراء؟ يبقى على مزاجه، كل ما يقول برنا ورش يجيب ورش مع الدوري مع حمزة، كله عنده إيه ورش بس ما فيش قواعد، أو كله عنده حمزة، أو كله أو مش حفص وخلاص. كيف يسمعونك؟ قال المصنف نفعها الله بعلمه ونوبه معلوم الشريخة من دارين أبيه، ومنها لفظ المستحيل ويعنون به ما لا يتصور في العقل وجوده. يبقى نقراها زي ما قلنا في الواجب، نقراها ما لا يتصور، ده المشهور. بس إذا قلناها يتصور نقوله في العقل، وعكس الواجب هتبقى ما لا يتصور في العقل إيه؟ وجوده. أما الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه. أفرض عايزين نقرأها بالبناء للمعلوم، الحمد لله ما لا يتصور وجوده. طب احنا الآن في المستحيل، هنقعد في الواجب سنتين. لا لا، ما لا يتصور في العقل وجوده. تعال يا ابني صلح الميكروفون ده اللي هو يعني، او بلاش منه، اقرا لهم كده خلاص كده، اقرا كده ما هو المستحيل. ومنها لفظ المستحيل، سيبك منه ما مش حاجه خالص، انا تعطل على الفاضي. انا اترجم يعني ابلغ عنك زي الامام مقبول يعني، هو يقول الله اكبر الله اكبر، بلغ وراه زي الجمعه. مره انا في السجود، بس انا في السجود فانا نسيت، بدل ما اقول الله اكبر قلت سمع الله لمن حمد، الرجل وراي بيبلغ يقول ربنا ده مسجد المساطيل ده، طب انا نسيت يا بني ادم، انا نسيت ده. هو بيرد بغبغان كذا يسمع. ومنها لفظ المستحيل ويعنون به ما لا يتصور في العقل وجوده، او ما لا يتصور هو ما قالش خلاص، هو انت خلاص انا في الشرح، معلش يجوز لك ان تدخل ما تشاء، انما في المتن لا، ده اللي بيعملها الشغلانه دي يمين السلفيه، خلي بالك هم اللي بيدخلوا في، يقول لك لا لا الشيخ ما يقولش كده، طب ما هو قال. يعني الشيخ الرجل اسمه الأرنؤوط مش عارف اسمه كده، النووي عامل كتاب الاذكار، كاتب كده ايه باب اذكار زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هو طبعا كلمة قبر عنده شرك وكفر، قال ايه شال كلمة قبر، قال ايه زيارة مسجد. أأنتم أعلم أم النووي؟ النووي قال قبر خلاص، يقول قبر. أنت مش عاجبك تعالى في الهامش أو في التعليق كفر النووي والدين نار، أنت حر. إنما تغير في كلامه، ده لا يجوز التغيير في كلام الكفار، فكيف نغير في كلام الصالحين؟ يعني مثلا ربنا حكى عن النصارى قالوا ايه ان الله ثالث ثلاثة، ربنا يفتري عليهم يقول لا، قالوا رابع ثلاثة، ولا جاب نفس الكلام اللي قالوه وبعدين رد عليهم، فانت قول كلام انه نفسه رد عليه. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير، كان ممكن ربنا ايه يغير يقول ان الله محتاج مثلا، لكن ما غيرهاش رغم ان فيها اساءة، ومع ذلك ابقاها الله تعالى كما هي. فهؤلاء يلعبون او يتصرفون في كلام العلماء وهو خطر، ده امانة علمية. ما دمت انت غيرت في كلام الشيخ يبقى أنت غير مؤتمن، سيب الكلام زي ما هو، تعال تحت كفروا ما تكفروش أنت حر، إنما حافظ على عبارة إيه؟ يلا.
مستحيل. بني آدم عائل بتاع ده مش هينفع معانا، بلاش منه. ومنها لفظ مستحيل ويعلمون ما لا يتصوره في عقل الوجود إما خلاص نقرأ من غير مخرجه، يا هو صادق طالع. إما ضرورة كوجود الطفلين في محل واحد، يعني يعني واحد. يعني المستحيل تعريفه عرفناه، بس ينقسم إلى قسمين. إما ضرورة يعني إيه المستحيل الضروري، وإما إيه نظرا، يبقى اسمه إيه المستحيل النظري. يبقى الثلاثة اللي هو الواجب والمستحيل والجائز، كل واحد منهم ينقسم إلى ضروري وإيه ونظري، فتكون الأقسام ستة. خلاص. إما ضرورة كوجود الطفلين في محل واحد كالنار والماء وزمان واحد، يعني بيقول لك إيه مثال للمستحيل الضروري، وجود الضدين في محل واحد وفي زمان واحد، هذا غير ايه ها؟ هذا مستحيل عقلي، بس بشرط ان يكونوا في محل واحد وزمان واحد، انما اذا كانوا في محل واحد في زمانين هذا غير مستحيل. في محل واحد يعني مكان واحد وزمان واحد، إن ده مستحيل. انما ان يوجد الضدان في محل واحد في زمانين مختلفين هذا جائز أو ممكن، أو نظرا كوجود الشريك له جل وعلا، يعني وجود الشريك لله سبحانه وتعالى مستحيل، لكنه اسمك أنت هو إيهاب، وجود الشريك بالنسبة لله تعالى ده مستحيل ولا مستحيل؟ بس نظري ولا ضروري؟ نظري ليه؟ لأن هذا لا يدرك إلا عند التأمل والتفكير. يعني لو من أول مرة تقول إيه المانع يكون له شركاء ألف حد، لكن عندما ننظر إيه في الدليل العقلي نجد إيه أن الشريك مستحيل، لكن لم نعرف استحالته إلا بالنظر. ده بيه المشكلة، لو كانوا اثنين قال له تفكرها سهلة، ولو كان في له سبحانه وتعالى شريك هيبقى إله. طب وبعدين أحدهما يريد خلق زيد والآخر يريد عدم خلقه، هيختلف واحد عاوز يخلق زيد والثاني يقول له طلاق بالثلاثة ما يحصل. طيب ايه اللي هيحصل في الحالة دي؟ قال لك والله هي اما ينفذ مرادهما معا فيكون زيد موجود غير موجود، هذا محال، واما الا ينفذ يعني لذا يستطيع ولذا يستطيع، وهذا يؤدي الى عجزهما وهو محال، او ينفذ مراد احدهما دون الاخر فيكون الذي نفذ مراده هو الاله والثاني رجل وسخ. واضح كده؟ اللي هو ده دليل اسمه البرهان ليه التمام. قال لك يا اخي انت ليه تفترض انهم الاثنين يكونوا اعداء؟ ان واحد يريد حاجه والثاني عاوز ضده، ما يمكن يعني يبقوا سمنه على عسل ويتحابوا مع بعض، يقول والله ناخذ عهد كده مع بعض ونقرا الفاتحه على الخاين وابن الحرام ومش هختلف معاك ابدا، تقول لي يمين يمين شمال شمال. طب ليه انت تقول له هو اللي يقول لك يمين يمين؟ طب ما انت اللي تقول له يمين. يبقى في الحالة دي هو ايه؟ انت تابع، ما ينفعش يبقى هو المتبوع وانت ما انت زيه، المثلية منعقدة بينكما، فما ينفعش فيكم واحد تابع واحد متبوع، يعني انتوا الاثنين متبوعين وانتوا الاثنين على فرض اتفاقهما ما فيش اختلاف. قال لك حتتوارد قدرتيهما على مقدور واحد، يعني حيجتمع مؤثرين على أثر واحد وهو إيه؟ محال. خلاص حتخلق زيد، خلاص أنا حخلق معك،
طيب هيقع زيد بخلق مين؟ اذا وقع بقدرتك انت يبقى انا قدرتي انا بقيت عبس، بقيت استبن احتياط، خلاص كده. مع انه القدره ما فيش ده يعني، ما فيش حاجه اسمها استبن هنا، لانه الاستبن ربما ايه تتعطل الايه الاولى او تكون فيها نقص، مع انه دي قدره الهيه ليس فيها نقص ولا عجز ولا يعتريها خلل. فالمفترض انها ايه دائمه القوه ومطلقه. يبقى اذا ما فيش داعي للثاني، امتى نجيب الاستبن؟ لما يكون عندي احتمال انه الحاجة دي يحصل فيها عين، إذا كان لا يوجد احتمال أصلا فكيف يؤتى بالإيه؟ بالاستبن. يبقى معناها إن وقع بخلقهما معا مش هينفع، يبقى معناها على وجه المساعدة، يعني ده عاون في جزء وده عاون في جزء، يبقى معناها إيه ما يستطيعش الخلق كاملا، يبقى معناها إيه عجز، خلاص. والثاني عاجز لانعقاد التماثل بينهما، وإن قدر عليه أحدهما دون الآخر فيكون الثاني قاعد كده إيه مهمل ملوش أي قيمة، فما ينفعش أصلا في حالة التعدد، لا ينفع أو لا يجوز عقلا، لا في حالة الاختلاف ولا في حالة الاتفاق. ولهذا قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ويجب أن تفهم أن إلا هنا ليست أداة استثناء، ليه؟ لأنها لو كانت استثناء لفسد المعنى، ولا أصبح إلا أصبحت تفيد التعدد ولا تنفيه، هيكون المعنى كده. لو كان فيهما آلهة، يعني لو وجد فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني في حالة ربنا لما ما يكونش مع الآلهة دي يحصل الفساد، أما إذا كان معهم لا يحصل الفساد. يعني لو كان فيهما آلهة مع الله لم تفسد. إذن الآية تجوز التعدد مش تنفيه، فلا يجوز إعراب إلا أداة الاستثناء، وإنما هي صفة بمعنى غير، فيكون المعنى لو كان فيهما آلهة غير الله، لأنه المستثنى بيدخل فيه في جنس المستثنى منه، فيصبح الله تعالى لو كانت إلا أداة استثناء داخل في جنس الآلهة. شفت كده؟ يلا الله. لا لما تخلص بس المستحيل يدخل على الحاشية. خلص؟ معقول؟ لا، سؤال قبل ايه ما نروح على الحاشية. المستحيل، ايه الفرق بين كلمة المستحيل والمحال؟ يعني عندنا ايه سين وتاء. المستحيل سين وتاء دي تفيد ايه؟ يعني في الواجب ما قلناش المستوجب مثلا، او في الجازم المستوجب، انما جاءت السين والتاء فين؟ في المستحيل. يبقى ممكن يكون دائما بيقول سيدنا الشيخ رجل علامة بسم الله ما شاء الله، بس طبعا في حاجة اسمها علامة آخر دمه، السين والتاء للطلب مش كده؟ طب حيبقى ايه معناها الطلب؟ يعني ايه؟ كيف طلب الاستحالة؟ ما هو في نفسه مستحيل، كيف نطلب استحالة؟ طلبت ما طلبتش هو مستحيل. يعني زي ما يقول ايه اطلب واحد شاي، ما فيش حد حيعمل شاي، ما طلبتش اياه القهوة مدخولة ما فيش. يبقى صحيح زي ما قلت السين والتاء للطلب، لكن ما معنى ذلك؟ يعني معناها طلب من المكلف ان يحيله. طب وهل المكلف هو اللي بيحيل، يعني يجعل المستحيل مستحيلا، ولا هو مثلا طلب من المكلف ان يدعو الله تعالى بان يجعله مستحيلا؟ يعني مثلا المكلف نفسه هو اللي يحيله،
ولا المكلف يقول يا رب خلي ده مستحيل. أي المعنى؟ أين هو المراد؟ يبقى طلب من المكلف أن يحيله، مش معنى يحيله يعني يجعله مستحيلا، لأنه هو في ذاته مستحيل، حتى القدرة الإلهية لا تتعلق به. يعني ليس المستحيل، الله تعالى هو الذي جعله مستحيلا، لأنه لو جعل الله المستحيل مستحيلا لكان في نفسه جائزا أو ممكنا، وإلا هي معنى يجعل المستحيل، يعني كان قبل جعل الله له كان ممكنا وربنا خلاه مستحيل. يعني ربنا هو اللي جعل المستحيل مستحيل؟ لا، قال لك دي حقائق الأشياء ثابتة، يعني القدرة لا تتعلق بإيه، الواجب هو واجب في ذاته والمستحيل هو مستحيل في ذاته. فما معنى طلب من المكلف أن يحيله؟ يعني أن يعتقد استحالته، تعتقد في أهدى معنى السين والتاء للطلب. إيه؟ يعني مثلا زي احنا لسه الان بنقول الشريك لله، الشرع بيطلب ايه منك؟ انك تعتقد استحالة الشريك، ولا يطلب منك ان تجعله مستحيلا، انه هو مستحيل من قبل انت ما تخلق، من قبل حتى الازهر الشريف ما يخلق، الازهر ملوش دخل بالموضوع ده، مستحيل مستحيل. يبقى اذا السين والتاء للطلب، يبقى معناها طلب من المكلف ان يعتقد استحالته. عاوز مثال ثاني؟ النقص على الله، الزوج، الولد، الموت، العجز، كل هذه ايه؟ صور للمحالات العقلية. اذا فكيف يطلب مني ان احيلها؟ يعني ان اعتقد انها مستحيلة. واضح؟ ماشي. نطلب من الله تعالى الهداية. هو واحد فيكم قام وراح دار بيتكم، ما كانش حصل المستحيل. لولا ما فات فيكم هيكسر الكاميرا ويبعد. يلا ولا يبقى عرفنا ان السين والتاء للطلب، يبقى فهمنا معناه. وبعدين بعضهم قال لك لا، ده السين والتاء مش للطلب، ده راي ثاني. بيقول لك هي على ايه؟ استحالة على صيغة استفعل، استفعل. فيبقى اذا يا بني ادم تبع ساكت، ايش عارف مبالغ فيها، وانا حبالغ، ده حقيقة يا بني ادم، ده يبقى جهل الله وسفة مبالغ، يعني معناها كده بنقوله بنبالغ. يجي اول مرة يا اسمع عشان تتعلم حاجة تجيب للمبالغة. السين والتاء هنا يعني على استفعل، يعني بيسموها المطاوعة مش الطلب. يبقى استفعل مطاوع أفعل، زي ايه بالضبط؟ زي أراحه أو أرحته فاستراح. يعني أنا أرحت، جبت كده قلت له ايه؟ أضجعته كده فرح استراح. يبقى معناه ايه؟ أرحته فاستراح، يعني طاوعني. يبقى هنا ايه؟ زي حكاية الفخار ده الطين، لما نقوله كده استحجر، يعني هنا ده ايه؟ فعل ثاني اللي هو ايه؟ الصيرورة. يعني الصيرورة والمطاوعة واحد. زي ايه؟ أراحه فاستراح. حب هنا أحاله فاستحال. وورد في كلام العرب بمعنى صار، وهو لا ينافي، يعني السين والتاء الايه؟ للصيرورة، يعني استحجر الطين، يعني صيرته حجرا،
او صيرت ايه يابسا او كفارا. اذا كم حاجه ذكر الله ثلاثه سين وتاء للطلب او للمطاوعه او للصيروره، والمطاوعه والصيروره بمعنى ايه؟ بمعنى واحد. بقي معنى اخر وهو ايه؟ ان السين، او بقي معنيان اخران. مين يقولوا؟ قلنا كام دلوقتي؟ قلنا ثلاثة، لكن هم اثنين، انه فيهم حاجتين بمعنى واحد اللي هي المطاوعة والصيرورة. اما ان تكون السين والتاء للنسبة، يعني هذا ينسب الى المحال. لما نقول لك هذا مستحيل يعني منسوب للامور التي نسميها مستحيل، لإيه؟ للنسبة. في معنى أخير أن السين والتاء للعد، بمعنى مستحيل أي هذا أمر معدود في الأمور الإيه؟ المحالة. وبعد كده جالك واحد ثاني قال لك والله إيه المحال والمستحيل بمعنى واحد. لما تنسى واحد يقول لك إيه الفرق بينهما، كل واحد ما فيش فرق. لما تكون مستحضر ومذاكر قول الايه الاربعه دول. يلا بس زائدتان، زي ما انتم قلت، يبقى زائدتان خلناه الراي ده في الاخر. ويبدو اللي قال زائدتان ده ما كانش فاهم الحاجات دي، فقال لك زائدتان عشان يوافق الراي ده. يلا ماشي ما اقتنع شبهين شبهين. قول يا نعم. ها؟ ايه مش السين والتاء؟ والله الشيخ الامير قالوا انت الحاج. قلت تشوفهم بقى؟ والله انا شوف احنا نذكر كلام العلماء. كوني انا مقتنع مش مقتنع اخليها في نفسي. عشان ما هيش امثال هؤلاء على المشايخ. مين؟ قال ايه؟ ها؟ ماشي. ها؟ يعني صار مستحيل. يلا مولانا هاشم. قال المحشي سبحان الله بعلمه وبعلمه معلوم شديد يعني امين قوله وجوده اي تحققه. يعني ايه معنى كده؟ شوف المستحيل ما لا يتصور او ما لا يتصور في العقل وجوده. ايه معنى وجوده؟ مش وجوده يعني الوجود الخارجي او الوجود العيني، انما قال وجوده اي تحققه. أو ممكن أن تقول وجوده بمعنى ثبوته. ليه؟ فخرجت الصفات السلبية والمعنوية، لأن العقل يصدق بتحقق كل لا بعدمه، فهما ليس من أفراد المستحيل. يبقى تعالى كده معنا الصفات السلبية احنا بنثبتها ولا بننفيها؟ ولها تحقق او لا؟ لا تحقق، لكن ليس لها وجود لانها ايه؟ عدمية. فهناك فرق بين الثبوت والوجود، فليس كل موجود ثابت. خلاص كده؟ ليس كل ثابت موجود، ولكن كل موجود ثابت. يعني الصفات السلبية مدلولها عدم ونثبتها لله، وهي ليست وجودية وإنما هي عدمية، فهي ثابتة بمعنى يعني سلبية يعني ليست منفية. وليس معنى صفات سلبية يعني لها حاجة في الخارج اسمها وجود، فالوحدانية لا وجود لها، والقيام بالنفس والمخالفة، كل مفهوم
الصفات السلبية عدم أمر لا يليق، ونثبتها وهي عدم أو وهي معدومة. إذا في فرق بين الثبوت والوجود، الوجود لا بد أن يكون هناك تحقق في الخارج، وكذلك الصفات المعنوية بخلاف صفات المعاني. صفات المعاني لها وجود، العلم صفة وجودية، إنما كونه عالما اللي هي إيه الصفة المعنوية، وكونه قادرا وكونه مريدا، هذه صفات ثبوتية يعني متحققة وليست وجودية، لأن العقل يصدق بتحقق كل، يعني كل واحدة فيهم إيه متحققة لا عدمية. يعني هل نعدم الصفات السلبية فنقول ننفيها ولا نثبتها؟ نثبتها وهي عدمية. حتى بعضهم احتار في المسألة دي، قال يعني هي وجود ولا عدم؟ عدم. طب عدم وكيف يكون للعدم ايه؟ قال العدم لا يكون له وجود، لأننا لو وصفنا العدم بالوجود لاتصف الشيء بنقيضه، ولو وصفناه بالعدم لكان عدم العدم وجودا. وعشان كده الجماعة اللي احتاروا جوا معرفوش يحلوها، قالوا ايه؟ قالوا بإفلات الحال. والحال ايه معناه؟ ليه الواسطة بين الوجود والعدم، يعني الحال صفة لموجود لا موجودة ولا معدومة. يعني لو كانت موجودة لكانت كالعلم، ولو كانت معدومة لكانت ايه كنفي الشريك عن الله تعالى. فقالوا به بحاجة اسمها الحال. الحال اللي هي ايه؟ زي المنزلة بين المنزلتين، لا وجود ولا عدم. طبعا المحققون من اهل السنة قالوا ايه؟ الحق ان لا حال، والحال يعني اثبات الحال من المحال. وقالوا لا واسطة بين الوجود والعدم، يا اما عدم يا اما وجود، ما فيش حاجة في النصف كده اسمها لا وجود ولا عدم. ايه اقوى ادلتهم في اثبات الحال ده، الحال اللي هو ايه؟ الواسطة بين الوجود وبين العدم. ايه اقوى ادلتهم؟ قالوا مثلا صفة الوجود لله تعالى، الله تعالى ذات الله لها وجود. خلينا في صفة الوجود، هل الوجود ده موجود ولا غير موجود؟ اللي هو الصفة مش الذات، والصفة الصفة غير الموصوف، مش كده؟ بالنسبة لصفة الوجود لله، لو كان الوجود له وجود قالوا سيدور أو يتسلسل، يعني حننقل الكلام في وجود الوجود ووجود وجود الوجود ووجود وجود وجود وهكذا. ده إذا قلنا إيه؟ إذا قلنا إنها موجودة يبقى الوجود موجود، طب والوجود له وجود، طب ووجود الوجود موجود، وهكذا ولا ننتهي. فهذا اسمه ايه؟ تسلسل. اما اذا رجعنا الى الاول فيسمى الدور، وكلاهما يعني الدور والتسلسل باطل. افرض قلنا ايه؟ الوجود ليس موجود، يعني الصفة، يبقى اتصف الشيء بضده، كيف وجود وكيف يكون ليس وجودا او عدما؟ فرحوا قالوا صفة الوجود دي صفة لله تعالى، لا هي موجودة ولا هي معدومة. بس شرحوا الحال وقالوا صفة لموجود، لأن صفة الموجود إما أن تكون موجودة وإما أن تكون معدومة، أما صفة المعدوم لا تكون إلا معدومة. ولذلك ممكن كده تقول شريك الباري ليس بصيرا فتصف بصفة عدمية، لكن لا تقول شريك الباري أعمى، كده أثبت له صفة وجودية وهو غير موجود. يبقى صفة العدم لا تكون، أو صفة المعدوم لا تكون إلا عدمية. أما الموجود يمكن يجوز اتصافه بموجود أو بمعدوم. وضحت ولا لسه؟ يلا شوف. نعم؟ سمعني. طيب انت قاعد وراء جدر ومش عارف انا اسمع. تبت قاتل لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة. تعال بعد
قول لنا ده ان الصفات السلبيه تقعد على ايه؟ ايوه لقينا لما عرفوش الوقت بين العدم والوجود قالوا الصفات المعنويه، ما قالوا في حاجه دائره اوسع ليها الثبوت، يعني الصفات السلبيه متحققه وثابته، يعني عاوز تنفي الصفات السلبيه ما ينفعش لان هي عدميه، فنفيها لا يكون بوجودها وانما يكون باثبات النقيض. شفت كده؟ لما يكون صفه وجوديه وعاوز تنفيها تبقى خلاص تقول ليس عالما مثلا، تنفي العلم. انما لما يكون صفه سلبيه يعني هي عدميه، فكيف نعدمها؟ لا، تبقى عدمها باثبات نقيضها. يعني مثلا ماذا يراد من الوحدانية؟ ليس شيئا موجودا اسمه الوحدانية وإنما نفي التعدد، فعشان أنفي الوحدانية أثبت التعدد. فلو أنا أثبتت التعدد يبقى معناها إيه؟ لم أثبت الوحدانية، يبقى أنا لم أثبت لا موجود ولا معدوم. فهمت كده؟ نفيها يكون به ليس بالحكم بأنها موجودة لأنها أصلا هي عدمية، وإنما نفيها يعني بإيه؟ بإثبات نقيضها. زي ما أقول لك الواجب لا يتصور في العقل عدمه، هي معنى لا يتصور في العقل عدمه يعني لا يتصور في العقل نقيضه، إثبات نقيضه. فهمت ليه؟ لأن صفة الوحدانية واجبة وهي إيه؟ ليس الصفة موجودة. كيف والواجب لا يتصور عدمه يعني معناها لا بد أن يكون موجودا؟ لا، يعني لا يثبت نقيضه، لا بد أن يكون نقيضه منفيا، هذا هو المراد. وعشان كده قلنا لكم بها مصطلحات. يلا قوله عبد الضيم كالبياض والسواد. احنا فهمت الحاشية؟ يعني جاب لك مثال كده، والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده اما ضرورة كوجود الضدين. يعني ايه الضدين؟ زي البياض وايه؟ فالبياض والسواد ضدان، مش كده؟ ليه؟ ما معنى الضدين؟ الضدان امران وجوديان بينهما غاية التنافي. ايه معنى غاية؟ لا يجتمعان وقد يرتفعان، كده ايه؟ ضدان. البياض والسواد يعني هل يكون الشيء الواحد ابيض واسود في زمن واحد وفي محل واحد؟ هذا ايه؟ هذان ايه؟ ضدان. ويستحيل وجود الضدين في محل واحد وزمان واحد. نعم، كالبياض والسواد. طيب الحمرة والقدرة ضدين؟ كيف هذا؟ اثبت على رأيك. قلنا البياض والسواد لا يجتمع، ها؟ الضدان يعني البياض والسواد، وقد يرتفع سماه الحمرة والخضرة، قد يرتفع لا يكون أحمر ولا أبيض ولا يجتمع أيضا. يبقى الناس كلها فاهمة أن الضدين مفيش غير البياض وإيه؟ والسواد. ليه؟ لا، الحركة والسكون ده ممكن يدخل في النقيضين. يعني ما هو الضابط؟ احنا احيانا نقول لك دول نقيضان، واحيانا نقول دول ايه؟ ضدين. ايه الضابط يا شيخ؟ اسمه كده اسمه احمد. النقيضان يعني لا 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 يجتمعان ولا يرتفعان. ايه ده؟ اللي هو ما احنا دلوقتي حاليا نقيضين، يعني الحرف والسكون هم لا يجتمعان في محل واحد ولا يرتفعان أبدا. ممكن الجرم في أول حدوثه لا يكون لا متحرك ولا ساكن. أنت ما قرأتش، لم تكن من المتبحرين في العلم. يبقى عندما أقول
الضابط هنا الضلال، شوف كده خد بالك في التاريخ، امران وجوديان بينهما، لا ده ضابط، هذا ضابط بينهما غايه التنافي. اما النقيضان امران احدهما وجودي والاخر عدم، لما ينفعش يكون الاثنين وجوديان، هذا الفرق الدقيق بين الضدين والنقيضين. ولذلك مثلا اجي اقول لك إيه؟ ما هو نقيض رجل؟ ما تقولش امراه، امراه بالضبط، انما رجل لا رجل، نقيض امراه لا امراه. اذا نقيض الوجود هي هو مش العدم، نقيض الوجود هو لا وجود، لا وجود. اما العدم هو المساوي للنقيض وليس هو النقيض. وبالنسبه للمساوي للنقيض بيبقى في ايه؟ اعم، وفي ايه؟ وفي اخص. ليه قلنا مساوي للنقيض مش هو النقيض؟ لانه كلمه لا وجود دي بتنفي الوجود، لكن كلمه عدم بتنفي العدم بس، لكن ايه؟ ما تنفيش الثبوت، لان الثبوت ليس عدما وليس وجودا. فعشان كده قال مساوي للنقيض وليس هو النقيض. وخد بالك من التعبيرات الدقيقه جدا، وهتحل لك اشكالات خاصه عند ايه؟ الحداثه الجديده والافكار الجديده. يقول لك يا اخي كيف ده عدم؟ يقول له لا ده مش عدم، ده مساوي للعدم، او ده نقيض الوجود الاخص وده الاعم. وستاتي ايه؟ امثله. فعشان تعمل ضابط يبقى عندما تريد ان تاتي بالنقيض هات اداه الايه؟ اداه السلب، تريح نفسك. فتقول كده حياه، اوعى تقول الموت، تقول لا حياه. طب ليه ما قلتش الموت؟ بقول لك لو كان الحياه نقيضها الموت يبقى اجتمع النقيضان في قوله تعالى لا يموت فيها ولا يحيى. لا حيموت ولا حيحيى، يبقى مش معناها نفي الحياه يعني معناها موت، ولا نفي الموت حياه، ده في حاجه في النص، لا ميت ولا حي. لا يموت فيها ولا ايه؟ لانه لا يموت يعني معناها حي، ولا يحيى يعني معناها ميت. يقول لك لا، يبقى انت كده عملتم ايه؟ ها؟ ضدين، ولم تجعلهما ايه؟ نقيضان. واضح ان يسال الله. لا يقضى عليهم فيموتوا، يعني معناها عاوز يقول لك اذا مات الموت مره واحده ده خلاص معناها مش هيحس بعذاب جهنم. ولا يحيى يعني حياه كامله فلا يشعر بالعذاب او يخرج من العذاب. ففي منزله بين المنزلتين، مش بس عند المعتزله، ده موجوده في القران. الله الله. احنا لو خلصنا ايه؟ اه لا نقرا. يلا. قال الشارح ومنها لفظ الجائز ويعنون به ما لا يلزم من تصوره. ومنها الضمير يعود على ايه؟ الألفاظ التي يحتاج إليها دارس هذا العلم أو التي يتوقف عليها دراسة علم الكلام. يعني ما لازم تفهم المصطلحات أولا، زي واحد بيتعلم لغة إنجليزية اعتبر بعلم الكلام ده لغة إنجليزية، فلازم تتعلم الإيه؟ تجيب قاموس تعرف الكلمات. أمال هتركب الجمل منين؟ يبقى مزاجك كده، يبقى لازم تعرف الكلمات أو المفردات يعني اللي حتتركب منها الجمل. بالمعنى ايه؟ الاصطلاحي الذي وضعه اهل هذا الفن. يلا يا مولانا. ومنها ايه؟ ومنها رب الجائز ويعنون به ما لا يلزم من تصور وجوده ولا عدمه محال بذاته. برضو اما بالضروره واما بايه؟ اما بالضروره كوجود زيد ونحوه، واما بالنظر كالثواب للمطيعين والعقاب للكافرين. واحترز بقوله
خيرات الجائز واجبا لأمر خارج عن ذاته، وهو تعلق علم الله تعالى بوجوده كالجنة والنار، أو مستحيلا لتعلق علم الله تعالى بعدم وجوده كوجود الثواب للكافرين وحصول العقاب للمطيعين. جميل كده، ربنا يعيننا ونخلص الكلمتين دولة وكفاية كده، عشان لو زدناكم ها فلا نزيدكم إلا خبالا. شوف يا أخي، يبقى خلينا في الجائز بس عشان نفهم. بيقول لك إيه، ومنها لفظ الجائز ويعنون به، شوف كلمة ويعنون، يعني هنا يعنى به، يعني مقصود به هنا. لما لو رجعت مثلا للقاموس المحيط أو لكتاب من كتب اللغة هتجد إيه المعنى اللغوي، إنما إحنا عاوزين المعنى ليه الاصطلاحي. ويعنون به ما لا يلزم من تصور وجوده ولا عدمه، يعني سواء تصورت وجوده أنه موجود، تصورت هنا بمعنى إيه؟ بمعنى صدقت، يعني إن صدقت بوجوده أو إن صدقت بعدمه لا يلزم من تصديقك هذا أو من تصورك هذا محال لذاته. خلاص كده، إما بالضرورة، وهو يشير إلى الجائز الضروري وأتى بمثال للجائز الضروري كوجود زيد ونحوه، وجود زيد وجود عبد السلام وجود أنا وجود الأزهر الشريف وجود الكعبة وجود أي شيء لذاته. هل ده وجودي أنا لازم؟ لا، ليس وجودي لازم وليس عدمي لازم، هذا بالنظر إلى ذات الجائز، وإنما قد ينظر إلى تعلق علم الله تعالى بوجود هذا الجائز فيكون جائزا في ذاته واجبا لغيره. فهمت كده؟ واضح ولا مش واضح؟ واضح. ولذلك قال واحترز بقوله لذاته من صيرورة الجائز واجبا لأمر خارج عن ذاته، وهو تعلق علم الله تعالى بوجوده كالجنة والنار، أو مستحيلا لتعلق علم الله بعدم وقوعه كوجود الثواب للكافرين وحصول العقاب للمطيعين. يعني ممكن أعطيك مثالا واحدا تطبق عليه أقسام الحكم العقلي الثلاثة. مثلا العالم، إذا نظرنا إلى العالم في ذاته فهو إيه؟ جائز. وإذا نظرنا إليه من جهة تعلق العلم بوجوده فهو واجب لغيره. وإذا افترضنا أن علم الله لم يتعلق به أو إرادة الله لم تتعلق بوجوده فهو مستحيل ولكن لغيره، ليست الاستحالة فيه ذاتية. يبقى عندنا معلومة مهمة تفيدنا، الوجوب، الوجوب واجب وإيه يا شيخ محمد؟ واجب ومستحيل وإيه تاني؟ الوجوب قد يكون ذاتي وقد يكون عرضي. فالوجوب الذاتي كايه؟ كوجوب ذات مولانا تبارك وتعالى. والوجوب العرضي كايه؟ تقول كوجود العالم بالنظر إلى تعلق علم الله. يبقى إذن الواجب إما أن يكون ذاتي وإما أن يكون غير ذاتي، يعني عرضي، يعني الوجوب بيبقى ذاتي وعرضي. طيب والمستحيل ها؟ قد يكون، قد تكون الاستحالة ذاتية زي استحالة الشريك، يعني ما نقولش الشريك ده مستحيل نظرا لتعلق، ما ينفعش كده، يمكن يجوز تعلق العلم؟ لا يمكن. الولد على الله تعالى مستحيل ذاتي، وليس هذا نظرا لعدم تعلق الإرادة أو العلم. يبقى الشريك مستحيل ذاتي. طب ايه المستحيل العرضي؟ ك
كبحر من زئبق مثلا، يعني هو جائز يمكن ربنا ياخذه، لكن نظرا لعدم تعلق الإرادة به فهو مستحيل. خلاص كده؟ يبقى في المستحيل يكون ايه يا مولانا؟ ها؟ ذات ايه؟ وعرض. والواجب يكون ايه؟ بقي في الأقسام العقلية الثلاثة اللي هو ايه الجائز أو الإمكان اللي هو الممكن. الإمكان لا يكون إلا ذاتيا، ما فيهوش القسمين. ما ينفعش نقول ده الإمكان ده عرضي، يبقى معنى كده الممكن قبل أن يعرض له الإمكان يا إما كان مستحيل يا إما كان واجب. فهمت كده؟ فالواجب يا إما ذاتي يا إما إيه؟ عرضي. والمستحيل كذلك، قد ضربت لكم إيه المثلين. أما مستحيل عربي، يعني مثلا مستحيل العربي واجب مستحيل العربي، لا هو في ذاته مش مستحيل بخلاف الشريك، في ذاته مستحيل، فلا نقول ده مستحيل عربي. انما مثلا شيء غير موجود، مثلا انسان بثلاثة ارجل، ده مستحيل عربي. ليه؟ لانه نظرا لعدم تعلق الاله. مفهوم؟ البحر وبحر من زئبق ده مستحيل، بس مستحيل يا عربي، انما هو في نفسه ممكن ليس ذات. عندك مثال؟ ليس الوقوف عند المثال من ذات الله، مسك في المثال. طب هات مثال تعرف. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في زمن سيدنا نوح، هو جائز في ذاته ولكن لعدم تعلق. ومين قال لك ما بعش في زمن سيدنا نوح؟ قد اخذ الله ميثاق النبيين، مش كده؟ ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم تؤمنون النبي بعث ولا ما بعث؟ بل خذ العهد والميثاق على ايه؟ على الهوى. يبقى نقول كده المستحيل العربي كعدم بعث النبي صلى الله عليه وسلم، مش تقول بعث في ايام سيدنا نوح، عدم البعث اصلا، يعني البعث نفسها جائزه وإنما عدمها مستحيل نظرا لتعلق علم الله بها لا بضدها. يخليك أنت يعني وازن بين ال باقي ايش يا محمد؟ كمل عش. قوله ما لا ينزل إلى ويعنون به ما لا يلزم إلى آخره، يعني ما لا يلزم من تصور وجوده ولا عدم محال لذات، إما ضرورة وإما نظر. أي ما لا يلزم من التصديق بوجوده ولا من التصديق بعدم وجوده محال. يعني مثلا لو صدقنا بوجود الشريك هيلزم من ذلك محال. خلاص. طب ولو صدقنا بعدم وجود الله حيلزم من ذلك محال، وهو نفي العالم. يعني مثلا لو احنا قلنا ايه عندنا ايه، لو انت صدقت بوجوده او صدقت بعدم الوجود الجائز لا يلزم من هذا محال ولا يلزم من هذا محال، بخلاف ما لو صدقنا بعدم الواجب او بوجود المستحيل حيلزم من التصديق بنفي الواجب ايه؟ محال، وحيلزم من التصديق باثبات الايه؟ المستحيل محال. زي ايه؟ يعني مثلا صدقنا انه في شريك حيلزم محال، ما هو المحال؟ فساد العالم. طيب لو صدقنا بعدم وجود الله حيلزم محال، ما هو المحال؟ عدم العالم. وهو لو ما فيش إله العالم هيجي منين؟ يبقى مش هيجي العالم. ووجود العالم ثابت بالمشاهدة، وعدم وجوده هو المحال، وما أدى إلى المحال اللي هو التصديق بعدم وجود الله أدى إلى المحال اللي هو نفي الموجود. يبقى هذا إيه؟ ما أدى إلى المحال فهو إيه؟ محال. وضحت كده؟ نيجي بعد كده إلى إيه؟ وهذا التعريف مبني على القول
الأحوال، أو أن المراد بالوجود الثبوت مجاز، وارتكبه في التعريف لجرته. يعني ليه هو ضب قال إيه؟ قال ما يلزم من تصور وجوده، لماذا لم يقل ثبوته يعني ارتكبه في التعريف؟ قال لي انه مشهور، لكن قد يطلق الوجود ويراد به الثبوت. قوله كوجود زيد اي فان عدم لزوم المحال لتصور وجوده ضروري. قوله ونحوه يغني عنه الكاف، يعني ليه قال لي كوجود زيد ونحوه؟ ما هو كلمه كا كا كوجود زيد يبقى ما لهاش لازمة كلمة ونحو. شوف الدقة في العبارة، مش انت قلت قول كده كزيد، او قول كده مثل زيد ونحو، انما لما قلت كاء يبقى الكاف هنا ايه دخل فيها ونحو، يبقى ايه معنى زيادة كلمة ونحو او زيادة الكاف؟ ساعات الواحد تبقى يكتب خمس ست سطور ما لهمش لازمه، كلمه واحده. شوف هنا حاسبه على حرف، قال لك يا اخي ليه انت تقول ونحو؟ لما انت قلت يعني يقول كده كوجود زيد واسكت، ولا داعي ان يزيد كلمه ونحوه فتصبح حشوا، وكم راينا في الرسائل العلميه من حشو كثير جدا. لا بعدين أي فإن عدم لزوم المحال لتصور وجوده ضروري. قول ونحو يغني عنك، قول كالجنة والنار أي فإن وجودهما باعتبار تعلق علم الله به واجب، لا يلزم من عدم وجودهما محال، وهو انقلاب العلم جهلا. مفهوم الكلام ده؟ قوله لتعلق إلى آخره فيه أن العلم بوجوده الثواب للكافرين والعقاب للطائعين علم تصديقي، أي مشابه لعلمنا التصديقي، ولم تتعلق به الإرادة، فلا يتعلق به العلم، لأنه إذا لم تتعلق به إذا تعلقت به الإرادة تعلق به العلم. فكان المناسب للشارع أن يقول لعدم تعلق علم الله بوجوده، وأما علم الله مشابه لعلمنا التصوري فلا ينتفي اصلا لتعلقه بجميع اقسام الحكم العقلي. قوله كوجود الثواب الى اخره، الاولى ان يمثل بعكس هذا المثال دفعا لعدم توهم الجواز في كل، والمراد بالمطيع ما قابل الكافر فيشمل العاصي. كذا انتهينا من المقدمه الاولى، هندخل في المقدمة الثانية. خلاص هنقف هنا ونستمع الآن إلى الأذان، وبعد إيه الصلاة نبدأ نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا إيه يتأخر الأذان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل